السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الفيديو الأول في الفيديو ديال برمجة المواقع الإلكترونية. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو واش غادي ندير في الفيديوهات القادمة، وغادي نشوفو كذلك الهيكل ديال البرامج ديال لغة HTML اللي غادي نشوفو شنو هي دابا. إذا في الفيديوهات القادمة غادي نشوفو لغة HTML اللي هي Hypertext Markup Language. هاد اللغة هادي كتستعمل في باش نقادو الهيكل ديال الموقع ديالنا. غادي نشوفو كذلك لغة CSS أو Cascading Style Sheets. هاد اللغة هادي هي اللي غادي نستعملها باش نديرو التزيين ديال الموقع ديالنا. وأخيرا غادي نشوفو لغة JavaScript، وهاد اللغة هادي هي اللي كتستعمل باش نجعلو الموقع ديالنا يكون تفاعلي. إذا كما قلت سابقا، هاد اللغات هادي كتستعمل لبرمجة المواقع الإلكترونية. في هاد الفيديو وفي الفيديوهات القادمة غادي نخدم بتطبيق فيجوال ستوديو كود. هاد التطبيق هذا هو واحد التطبيق ديال مايكروسوفت، تقدروا تلقاوه في هاد التطبيق هذا تقدروا تلقاوه في جوجل اذا قلبتوا عليه. اذا غادي نوريكم كيفاش كيبان هاد التطبيق هذا. اذا هو كيفاش كيبان، يلا كتبدا كتقاد في شي جديد. غادي نقاد دابا في شي جديد نيو فايل، هاو دابا هنايا. غادي ندير ليه كونترول اس باش ندير ليه انغريستخي. غنسميه شي حاجة، نفرض نيميرو ان، و ضروري ندير موراها بوان اش تي ام ال. يعني هادي هي الاكستنسيون باش نقولو الحاسوب فاش غادي يقرا هاد الفيشي هذا، نقولو ليه راه هو فيشي ديال اش تي ام ال. وهنا غادي نختارو HTML. اذا هيا كما كتشوفوا راه ماشي غير بوان اتش تي ام ال بوحدها الاكستنسيون ديال لغه الاتش تي ام ال، ولكن بوان اتش تي ام ال هي اللي مشهوره. اذا غادي ندير دابا انريجستري. اذا كما كيبان لكم ها هو دابا طلع لي بلي راه اتش تي ام ال. اذا غادي نشوفوا دابا الهيكل ديال هذا البرنامج هذا. كلشي البرامج ديال لغه اتش تي ام ال كيبداو بحال هكا. هو الاول كنديرو الرمز ديال الاصغر، وهذا بوان ديكسكلاماسيون. هو دابا راه خرج عليا بوان دوك تايب اش تي ام ال. هذا عاوتاني باش الى الحاسوب ما فهمش هادي شنو هي، كنقول ليه راه هذا راه برنامج ديال لغه الاش تي ام ال. موراها كيجي اش تي ام ال، كما كتشوفوا راه كيسد لي هادشي. في الاش تي ام ال كيكونوا كيتسموا اوبن تاغ وكلوز تاغ، يعني هذا كيحل وهذا كيسد. يعني كلشي دابا اللي كاين وسط من هنا غادي يكون بلغة ال HTML. وسط من هذا غادي نديرو هاد، هادشي اللي كيكون وسط من الهاد ما كيبانش لينا في السيت ديالنا. لنفرض بحال لو تيتر هو تايتل، هو اللي كيكون في الفوق كاع، هو اللي كيبان لينا. صافي نخليو هذا هنايا. مورا هادي اللي كتسد هاد، غادي نرجع للسطر عاوتاني ونديرو بادي. بادي هو الجسد ديال البرنامج ديالنا. وهنا فين غادي نكتبو كلشي داكشي اللي كيبان لينا في السيت ديالنا. صافي احنا دابا سالينا هاد البرنامج هذا. غندير ليه كونترول اس باش نونجستري، وعادة غادي نمشي دابا باش نوريكم كيفاش كيبان هاد البرنامج هذا. ها هو هنايا. انا دابا غادي نحلو. اذا هو دابا موقع ابيض ما فيه والو. اذا حتى المره الجايه ان شاء الله نوريكم كيفاش غادي نعمرو هذا.